هنا ترتاح أمينة الفلالي، شابة من المغرب كان عمرها 16 عاما، لترقد في سلام. انتحرت المسكينة قبل 5 سنوات بسم الفئران بعد بضعة أشهر من إجبارها على الزواج من مغتصبها. تركت أمينة حرقة في صدر والديها، ولكنها أيضا وضعت بصمتها على القانون الجنائي المغربي وأشفت غليل الكثيرات من ضحايا الاغتصاب. بعد عامين على حياتها ألغى البرلمان المغربي تشريعا مثيرا للجدل كان يتيح للمغتصب حرية الاختيار بين الزواج من ضحيته أو دخول السجن. هذا التعديل لم يردع جرائم الاغتصاب. ها هي جريمة أخرى تهز المملكة في وضح النهار وداخل حافلة للنقل العمومي بمدينة الدار البيضاء. تصرخ الفتاة وتحاول التملص والإفلات من قبضة مراهقين حاصروها ومزقوا ملابسها وشرعوا في الاعتداء عليها وسط موجة من الضحك والصراخ. مشاهد موثقة بكاميرا المعتدين صدمت المغرب، وما أجج الغضب أكثر أن الفتاة تعاني من اختلالات عقلية بحسب الشرطة، ومع ذلك لم يرحمها المعتدون. يقول ناشطون إنه لولا هذا التسجيل المصور الذي يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ما كانت مصالح الأمن لتصل إلى الفاعلين لعدم تسجيل أي شكوى أو بلاغ من قبل الضحية أو من قبل سائق الحافلة. قضية فتاة الحافلة البيضاء أو هكذا اصطلح عليها في المغرب وحدت المطالب بمعاقبة الجناة وإعادة النظر ليس في المنظومة العقابية فحسب، لكن مساعدة الضحايا وتشجيعهن على الإبلاغ. فكم من جريمة اغتصاب يحجبها الخوف من الألسن ومن العار، وكم من ضحية تكتم ألمها وتحبس سرها في انتظار أن يطمسهما القبر معا.